دي فيديو حتى ان شاء الله دابا اليوم بغينا نشوفو كومو نخدمو لا فونكسيون ريزو لوكال يعني ماستر سلايف كما كنقولو. واخا انا ما كنامنش بانه كاين ماستر سلايف في تيكنال لان كتكون واحد المجموعه مكونه من بزاف ديال لي ديال 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 لي زينيتي وهاد لي زينيتي ما كيكونو ما كيكومونديو في بعضياتهم. الو شنو غنديرو؟ غندخلو ل سميتو للبارامتر غنديرو الكود ديالنا الكود ديالنا ديال الفابريكو سبحان الله لان ما يمكنش نعطيه كل شيء. انا غادي نشرح الطريقه. عندما ندخلو الفابريكو هنا كاين ايتيليزاتور الكود ديالو باين هو 1 2 3 4. ولكن هنا حنا ندخلو الفابريكو وهذا ندخلو الفابريكو وغادي نمشيو نقلبو على الريزو لوكال. فوالا ندخلو ليه هنا غنلقاو نو. اذا ملي كنلقاو فونكسيونمون او ريزو لوكال نو راه ما خدامش بالريزو لوكال يعني ما كاينش فيه ماستر سلايف ولا هذا. الو غندخلو هنايا غنديرو هكا اكزيرسيس بي هذا هو دابا راه ولا خدام في ماستر سلايف. او حوايج اخرين هو انه كنشوفو نومبغ دينيتي هنا كاينين ثلاثة في هاد لو سيركوي كاينين ثلاثة وهنايا انيتي اون فو كاينة وحدة يعني غيخدمو جوج وغادي يبقى وحدة ساكتة. نقدر انا ندير غير وحدة تخدم وجوج يبقاو ساكتين يعني اللي بغيت انايا. الوغ هنايا نخلي وحدة هنايا هاهي روتاسيون وي هذا اللي بغيت تبدل هنا كاين. الوغ حنا ما غندخلوش في هادشي. المهم عندنا هو دوك الجوج اللي قلنا حنا غنرجعو غنديرو نو. حنا ما باغينوش يخدم لينا هنايا نو صافي سيدي غنخرجو. حنا سالينا هاد ريزو نوكا. ميرسي السي رشيد ميرسي تبارك الله عليك. الله يعطيك الصحة.